تأكيد أميري سام على أهمية مواكبة احتياجات الشباب والاهتمام بتوفير كافة السبل لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المستقبلية. جاء ذلك خلال استقبال حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لوزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة للرياضة الشيخ أحمد المنصور، وفريق العمل لإعداد استراتيجية الهيئة العامة للشباب، حيث قدموا لسموه ولسمو ولي العهد حفظهم الله استراتيجية الهيئة العامة للشباب، والتي ستكون عنوانا لرؤيتها وخططها التنفيذية. أتمنى تستمروا في عملكم، وأي شيء يعني يخطر في بالكم، وحمد موجود، أبو حمد نيابة عني، أي شيء يعني يشوفونه أو يفكروا فيه شيء في أهمية للبلد قدموا، لا تفتحوا، كلنا نخدم هالبلد. هذا بارك الله فيكم. وعافكم الله على اللي انتم فيه. احبنا نشوف ابناء الشباب ما هو قاموا فيه ان شاء الله لبلدهم، ليش؟ وهذا املنا فيكم كبير ان شاء الله. مشكور يا بابا. الله يوفقكم ان شاء الله ما في خير. سلمت وثيقه وطنيه من الشباب لسموك، وكانت احد توصياتها انشاء وزاره الدوله لشؤون الشباب. استطاعت الوزاره الشابه طول العمر ان توجد لغه شبابيه في الجهاز الحكومي، وايضا ان حققت من خلال عملها ان تفصل بين الهيئه العامه للرياضه والهيئه العامه للشباب، واحنا طال عمرك بدورنا في الهيئه العامه للشباب خذينا منهجك طول العمر وخذينا توجيهاتك وترجمناها، بان ذهبنا للمحافظات السته وكانوا مشكورين اصحاب المعالي المحافظين بجعل الشباب شركائنا ويعدون استراتيجيه معنا.